بس كلام. مساء الخير، أنا متعبني الكلف في وجهي وداير لي عقدة، يا ريت تعطيني وصفة مضمونة. بالنسبة لو كان الكلف سطحي يعني مش كلف عميق، تقدري تستعملي زيت الخروع والحبة وحبة البركة أو الحبة السوداء. طريقة الاستعمال، تاخدي حوالي 5 حبات من حبة البركة أو حبة السوداء، تضيفيها إلى زيت الخروع اللي يكون من الصنعة بتاعها، يا إما مغربي يا إما ليبي يا إما سعودي. تنقعيه لمدة 5 أيام أو 6 أيام، بعدين تدهني به البشرة بتاعك. زي ما قلت لك، لو هو يعني كلف سطحي في البشرة مش عميق، إنما لو عميق تقدري تستشيري خبيرات التجميل أو دكتورة التجميل اللي ممكن تعطيك حاجات تستفيدي منها، ممكن تديري بلازما أو ميزو بشي يقدر يتنحى حالك الكلف من البشرة. واضح فين؟ مش بس كلامه.